شاي الماتشا هو نفسه الشاي الأخضر، نفس الشجرة اللي استخرج منها كاميليا نفسها. لكن الفرق بينه وبين الشاي الأخضر العادي أن الشاهي الماتشا قبل قطفه ب12 يوم أو ب15 يوم إلى شهر يحجبون عنه ضوء الشمس، فتزيد فيها المادة الخضراء الكلوروفيل، ماني عارف أنطقها، تزيد فيها المادة الخضراء. وهذه المادة كل ما زادت كل ما كان المنتج هذا يحارب الأكسدة ويفيد الجسم أكثر. ومعلوم أن الشاهي الأخضر والشاهي الأحمر أنه يعني يطبخ أو أنه يسخن تحت درجة حرارة، أما هذا الشاهي فما يسخنونه ولا شيء، يقطف فقط ويأتينا على ما هو. والعجيب أن الشاهي الأحمر والشاهي الأخضر إذا سخن وطبخ ترتفع فيه مادة الكافيين، هذا شاهي الماتشا ما فيه كافيين وفيه يعني مضادات أكسدة أضعاف الشاهي الأحمر والأخضر العادي 130 مرة وأكثر. ما في كافيين شاهي الماتشا، ما في كافيين بالنسبة من الشاهي الأحمر والأخضر، خلنا نقول من 1 إلى 10 ونسبة الكافيين فيه 1، بالشاهي الأحمر والأخضر العادي من 1 يعني 10 نسبة الكافيين فيه، هذا نسبة الكافيين في الماتشا 1 فقط. تقريبا الشاي الماتشا مثل الأولونج تي، تقريبا كأنه الأولونج تي، لكن الكلوروفيل المادة الخضراء هذه كل ما زادت كل ما كانت مفيدة للجسم، وهذا اللي يخليها تخرج، لأن هي تغذي النبات، ولما حجب عنه ضوء الشمس صارت هي تغذي نفسها. أهم شيء يحاربه شاي الماتشا الجذور الحرة، الأمراض يعني لما يقولون الجذور الحرة أو الأشياء الحرة الخلايا الحرة يعني فيها الأمراض دائما الخطيرة، يعني مثل السرطان ومثل الأورام، هو يحارب الجذور الحرة، أي أشياء حرة يحاربها. شاي الماتشا يحارب الأكسدة، يعني أي شيء يحارب الأكسدة طبيعي بيكون له علاقة في البشرة، فهو يؤخر تجاعيد البشرة، غير أنه يؤخر تجاعيد البشرة أي شيء يحارب الأكسدة يحافظ على القلب والأوعية الدموية، يحافظ على صحة الكبد لأنه يرفع الكوليسترول الحميد وينزل من الكوليسترول السيء تلقائيا. الماتشا بعد يحافظ على الكبد، يعني تعرفون الكبد الدهني أو مشاكل الكبد، الكبد يعني إذا ضعفت الكلية أو يصير اللود كله على الكبد، فالكبد شو يسوي؟ يسوي دهن دار ما دار على الكبد حتى يجمع فيها السموم، فشاي الماتشا يجلي هذه الدهون يبعدها عن الكبد. دراسة سووها على 12 شخص، تقريبا 12 شخص كان عندهم نسبة الدهون مرتفعة، فسووها عليهم تقريبا 3 أسابيع، فلما رجعوا يقسون فإذا هي يعني ذهب من الدهن هذا واللي على الكبد تقريبا 72 أو 73، يعني نسبة جيدة ذهبت الدهون. طبعا هذا مع اللايف ستايل اللي انت عايشه ومع طريقة الأكل، لكن يبقى شاي الماتشا هي أوراق حجبت عنها ضوء الشمس مثل الشاي الأخضر، لكنها ما سخنت ولا مرت على حرارة أو تحميص، جت قطفوها وجتك زي ما هي يعني. فشاي الماتشا يبقى فيه يعني اللي هي أنتي أوكسيدنت، اللي هي يعني الأكسدة، اللي هي مضادات الأكسدة. نصيحات شاي الماتشا، الماتشا جرين تي 30 غطا، البس غينونة جميلة مزيونة فيها شر العيون.